رباب الحديد إلى بيت الحرام والركن والحجر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كلما شد الإهرام إلى عمرة واعتمر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عدد حسانة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حيدر رضي الله تعالى عنهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل لكل شيء وقتا وجلا مقدرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل من شيد الأرقان البيت الحرام بالحج وعمة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فسبحان من أوجه لنا السبيل وخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالغرة والتعظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وامتحن نبيه إبراهيم الخليل بجبه ولده إسماعيل، أمره بذلك في المنام، رؤيا حقه أضعافا أحلام، فقال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبات افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وطلاه للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر الله